على وضعيه السدود، هي وضعيه حرجه بالطبيعه، معنا الارقام كلها تدل على ذلك. معنا نحكوا على 30% مخزون السدود، ولا معنا اللي ما تجاوزش معنا عنده مده معنا يروح مكانه في المعادلات هذيك، وفي اول عام وصلنا حتى 27%. معنا هذه الوضعيه حرجه، وهذا كما خلى انه خاصة وزارة الإشراف اللي هي وزارة الفلاحة واسمهم هذه يواصلوا معناها في عملية تقسيط المياه، تقسيط توزيع مياه الشرب. تقريبا عندنا أكثر من عام من مارس 2023 وإحنا في الإجراءات هذه. ما هذا هو معناها بالنسبة للحلول، إحنا نشوفوا إنه حل التقسيط نتاع مياه الشرب ماهوش هو الكفيل إنه باش يحد من 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 معناها من أزمة المياه، وإلا باش يحل مشكلة المياه في تونس. لازم الإجراء هذا ترافقه عديد الإجراءات الأخرى لتجاوز الصيف اللي باش تكون صعيبة.